مين كان يصدق ان صراع العروش المعروف بجيم اوف ثرونز، المسلسل الشهير العالمي ذات طابع الفانتازيا الملحميه، تكون قصته مشابهه لاحداث حقيقيه في تاريخ الملكيه المصريه القديمه؟ فلو انت بقى بتشوفنا على فيسبوك ومهتم تعرف اصل حكايه الجزء الثالث من صراع العروش، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. شو تايم. إخناتون كان من أهم ملوك الأسرة 18 في عصر الدولة الحديثة، ومعنى اسمه الروح الحية لأتون. ورأي كتير من العلماء إن الملك ده اتعرض لمؤامرة اغتيال كبيرة جدا، وعرفنا بالمؤامرة دي عن طريق بعض النقوش ومناظر مقبرة رئيس جهاز الشرطة في عهده، وكان اسمه محو، ومقبرته موجودة في تل العمارنة. ودي العاصمة الجديدة اللي أنشاها إخناتون، واسمها مقتبس من اسمه أخيتاتون، ومعناه أفق أتون، وتل العمارنة موجودة في المنيا. وسليم حسن استاذ علم المصريات رايه ان اللي قام بالمؤامره دي هم كهنه امون بسبب الاعتقاد الديني لاخناتون ومنداته لنظريه التوحيد وهي الديانه الاتونيه، مما تسبب في غضب كهنه امون. والنقوش دي وضحت لنا شكل المتآبرين على حياه الملك، وكان من بينهم واحد مصري اصلع واثنين من الاجانب شعرهم طويل ودقونهم قصيره. ومن بين ابناء اخناتون كان ابنه سمنخ كارع، وراء محاولات اغتياله محيره الى يومنا هذا، وده بسبب ان العلماء مش قادرين يحددوا هل هو تم اغتياله اثناء اشتراكه مع ابوه اخناتون في الحكم، ولا تم اغتياله بعد وفاه الملك اخناتون. لكن سيلي عالم الاثار المعروف بيرجح ان اثناء فتره اشتراكه في الحكم مع اخناتون تحديدا في العام الثالث، راح مع زوجته لكهنه امون في طيبه، وده تقريبا كان بعلم اخناتون نفسه لكسب ودهم مره تانيه والعقد اتفاقيه صلح معاهم، لكنهم فشلوا في المهمه دي وتم اغتيالهم فجاه هو وزوجته في ظروف غامضه. وده طبعا بالاضافه لانهم لغايه النهارده مش قادرين يحددوا سبب الوفاه لا لاخناتون ولا لسمنخ كارع، وده بسبب ان الموميا اللي تم العثور عليها من قبل عالم الاثار الشهير الدافز سنه 1907 في وادي الملوك تحت رقم 55 مش قادرين يحددوا هل هي جثه سمنخ كارع ولا جثه اخناتون. اما بقى الفرعون الذهبي توت عنخ امون، فلحد النهارده برضه مش قادرين يحددوا كيف انتهت حياه هذا الملك، هل انتهت بموته طبيعيه ولا انتهت بالتامر على حياته. وفي اخر الدراسات العلميه الحديثه اللي اجريت على جثمانه بعد استخراجه من تابوت المقبره باستخدام الاشعه المقطعيه واللي اجراه فريق علم متخصص في الاشعه والعظام، اثبتت انه ما تعرضش لمؤامره على حياته، وكان سبب الوفاه تعرضه لحادث سبب له جرح كبير في ركبته فعمل له غرينه ادت لوفاته. ومن ضمن برضه الحاجات اللي قللت فرضيه تعرضه لمؤامره اثناء حياته وان مات موته طبيعيه، انه حاول تهدئه الاوضاع في النزاعات الداخليه اللي عملها ابوه اخناتون بين كهنه امون والديانه الاتونيه، وان رجع مره تانية لطيبة مركز الحكم وأعاد لكهنوت أمون مكانتهم. أما بقى عن أشهر مؤامرة في التاريخ المصري القديم، وهي المؤامرة اللي كانت بتحاك ضد الملك رمسيس الثالث تاني ملوك الأسرة العشرين، وقدرنا نعرف بتفاصيل المؤامرة دي عن طريق ثلاث برديات، بردية تورين أو البردية القضائية، وبردية لي، وبردية رولين، والمحفوظة حاليا في مكتبة باريس الوطنية برقم 195. والمؤامرة دي كان سببها الرئيسي إن الملك رمسيس الثالث محددش مين من أبناء زوجاته الملكيات الكبريات سيرث العرش من بعده، وده الدافع اللي خلى واحدة من زوجاته وهي الملكة تي أيقنت بأن الملك لن يجعل ابنها بنتقر وليا للعهد، فصممت على قتله ثم إعلان ابنها ملكا على البلاد. والمؤامرة دي اشترك فيها اثنين من كبار موظفي القصر الملكي وهما مسد سورع وباباك أمون، وكانت مهمة الاثنين دول هو توصيل رسائل الحريم الملكي بينهم وبين أهليهم. مش بس الاثنين دول اللي اشتركوا في المؤامرة دي، ده اشترك فيها بعض الضباط وحراس القصر وبعض من الكهنة وستة من نساء القصر الملكي اللي هما بيقال عليهم الوصيفات. والملكة دي نفذت خطة ممنهجة ضد الملك بأنها تخلي الفرق العسكرية اللي في النوبة تخرج عن طاعة الملك وتقوم بهجوم مفاجئ على مصر، وبالفعل نجحت في ضم وإقناع رئيس الفرقة بتاعتهم لصفهم، لأن أخته كانت ضمن نساء القصر الملكي المشاركين معاهم في المؤامرة. والملكة تي ما اكتفتش بجمع الأنصار وبس، ده لجأت لبعض الأعمال السحرية لجلب البلاء للملك وأعوانه. لكن من الواضح بعد إجماع الباحثين إن المؤامرة دي انكشفت أمرها، وتم القبض على الملكة تي وابنها بنتقر وقدموا للمحاكمة، وتم الحكم على ابنها بنتقر بالإعدام هو وثلاثة تانيين. والغريب إن الحكم كان قاسي لأن المحكمة أمرتهم بقتل أنفسهم، أما بقية المتواطئين معاهم في المؤامرة فاتحكم عليهم بعقوبات غريبة برضه زي جدع الأنف وصلم الأذان، والعقوبات دي كلها اتذكرت في برضية تورين القضائية. أما بقى مصير الملكة تي فلا يزال مجهولا إلى يومنا هذا، وده بسبب إن الوثائق لم تسجل لنا الجزاء اللي وقع عليها. والشيء بالشيء يذكر بإن المتآمرين قد تخفوا وراء أسماء مستعار، وتم محاكمتهم من قبل محكمتين مش محكمة واحدة بس،
المحكمة الأولى وكانت دي محكمة مدنية، والمحكمة الثانية لاهوتية، وده بسبب إنهم عملوا جريمتين، الأولى جريمة جنائية بالتحريض على قتل الملك، والجريمة الثانية بسبب أعمال السحر. والملاحظة النهائية والأخيرة بأن الملوك اتخاذهم أكتر من زوجة في وقت واحد خلى في طمع على كرسي العرش، فكانت كل زوجة من زوجات الملك بتطمح أنها تخلي ابنها هو الوريث الشرعي للبلاد بعد وفاة زوجها الملك. عشان كده ده يعتبر كان الدافع المشترك في غالبية المؤامرات اللي كانت بتحاك ضد حياة الملوك في وقتها. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخيط، وما تنسوش تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن. ولو حلقتنا النهارده عجبتكم يا ريت ما تنسوناش من السبسكرايب الجميل بتاعتكم. يومكم سعيد.